عبد الرحمن، انا اشوف انه لا زال الوقت مبكر عن الحديث عن الصفقات. صحيح الوحده الانديه الصاعده الى دوري المحترفين بدات تشتغل بشكل واضح، واتوقع لا زال القادم ممكن اكبر. الوحده يحضر لصفقه مدويه انا اتوقع، وعن معرفه شخصيه الانديه اللي تقترب من حافة. يعني ما يحتاج أسألك مين هو، ما يحتاج أسألك مين هو، يعني مفروض أول ما تقول صفقة مدوية يا عبد الرحمن ترى فلان الفلاني، ما أبغى أسألك من هو يا نجيب. أنا 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 لما أتكلم لك عن صفقة مدوية، الوحدة وصل إلى مرحلة متقدمة مع السنغالي لاعب فريق كريستيان بالاس الإنجليزي شيخ كواتيه، وأتوقع إنه في 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 مراحل متقدمة. ما أبغى أقول الصفقة حسمت، ولكن هي حتى الآن لم تحسم، في مراحل متقدمة. فيما يخص الأندية اللي على حافة الهبوط إن صح التعبير، أتوقع إنها حتى الآن ما بدت موضوع المحترفين، لأنه قد يكون هناك تقليص بشكل كبير في عدد المحترفين الأجانب. فيما يخص الشباب، ما شاء الله تبارك الله، الشباب من الأندية اللي دائما ما تخطط بشكل مميز في ما يخص اللاعبين والمحترفين الأجانب. شفنا تعاقد مبكر مع سعيد الربيعي، مع محمد آدم. هذا ما يخص الشباب. الأندية المتبقية أتوقع لا زال لديها الكثير مع زيادة المحترفين الأجانب، مع مشاركات المنتخبات. أتوقع ميركاتو راح يكون ساخن جدا ساخن. طيب الاتحاد تعتقد أنه ممكن يغير أحد؟ عبد الرحمن، بما يخص الاتحاد، الاتحاد أتوقع راح يغير لاعب إلى لاعبين، ولكن الفريق فيما يخص المحترفين الأجانب في استقرار كبير راح يكون خلال الفترة المقبلة. صحيح انه حجازي راح يعني يرجع للدوري المصري؟ حجازي حتى الان اللاعب ما يخص ملفه تحديدا لا يوجد كثير من المفاوضات. اللاعب يعني عقده لا زال ساري مع نادي الاتحاد، وكل ما يثار عبد الرحمن، انا شفت كثير من الاخبار اللي كانت تتداول في الايام الماضية، اتوقع هي كانت اجتهادات لا اكثر.